الممنوع مرغوب. يعني حضرتك لما تروح الصين مفيش حاجه اسمها دش. مفيش فيسبوك ولا مفيش اي حاجه. النهارده انت عايز تبني مصر، ادي قرار بقى. وزير الثقافه ممنوع 1 2 3 مشاهد السجاير، ممنوع مشاهد المخدرات، ممنوع مشاهد مش عارف ايه، ممنوع مشاهد ايه، ممنوع مشاهد ايه، ممنوع امنع. بس الناس بتهاجمك بتقول لك انت كده ضد الحريه ضد ال... تروح قايل للناس ايه؟ قول لهم فعلا انا ضد الحريه، محدش يكلمني عن الفساد. يعني اول ما حد يقول لك حريه قول له كلامك مظبوط، اوعى تتكلم عن الفساد تاني، يعني ده سبب الفساد. بس اسكت مش هتكلم تاني. هي دي ما ينفعش تمشي معايا. ما هو حضرتك انا قلت لك من الاخر ده سبب الفساد في مصر. اللاوعي، اللاوعي من بيصنعه هذا الجهاز. فاذا تحكمنا في هذا الجهاز، هات الكاميرا علينا بقى. فاذا تحكمنا في هذا الجهاز تحكمتي في العقول. في دشوش فوق البيوت كلها، في دش كتير، في دشوش كتيره فوق البيوت. الدشوش دي تحتيها امخاخ صح؟ اللي بيتحكم في هذه الدشوش هو اللي بيتحكم في المخ ده. فلو انت اديت له الفساد هيحصل ايه؟ هيخش جوه المخ فساد. فاذا الناتج شعب فاسد. واذا تحكمتي في العقول دي وبنيتيها وطورتيها وكبرتيها هتبني العقول اللي تحتيها بالبنى، هينزلوا يبنوا لك البلد. بس بسيطه، معادله جميله جدا. علشان كده شويه الاشخاص اللي بيقولوا عليهم سياسيين وموجهين بيحاولوا دايما يدافعوا عن الدشوش دي ان هم يفسدوها، عشان يفسدوا العقول عشان يلاقوا اكل عيشهم، يلاقوا حاجه يتكلموا فيها، فهم من يصنعونها ليتاجروا بيه. لا تقدر تكنترولي طبعا. ازاي يعني؟ انا رحت تركيا مره لقيت اردوغان قافل اليوتيوب كله، الافلام السايتات بتاعت الجنس كلها مقفوله. بس حضرتك يعني انت مش شايف ان ده هيكون، ما نقولش بقى فساد، ما نقولش، ما ربنا سبحانه وتعالى في يومه بالعدل. ده حرام ولا مش حرام؟ خلاص هنحلل الحرام نستحمل. هتحللي الحرام استحملي. هنتقي ربنا سبحانه وتعالى فيما نقدمه، ربنا هيبارك في الدوله دي وهتبقى دوله عظمى. هنقول لا يا جماعه مش عارف ايه، ما الفساد في كل المجتمعات. لكن انت النهارده قولي امر، واقولي الامر دول انا النهارده قولي امر في بيتي. سبت الفساد وقلت يا جماعه عادي وحريه الراي والتعبير، هلاقي اولادي كلهم باظوا. ساعتها مين اللي هيشيل الموضوع كله؟ انا. حياتي اتدمرت وبتاع. هي نفس الحكايه في الدوله. قولي الامر. هتراعي اولادك وتخلي بالك منهم وتحافظ عليهم وتقول لهم ده غلط وده صح وده غلط وده صح، قليل النسبه بس. انا ما بقولش اقفلي خالص، قليل النسبه. يعني بدل ما يكون عندك النهارده بيعملوا ايه في الافلام؟ بيجيب لك مشكله، المشكله دي كانت عند 10 اشخاص. اوكي؟ قال لك ده واقع السينما، ال 10 دول عرض المشكله في ضعاف نفوس مليون بقوا زيه. فبقوا ال 10 دول مليون. لكن حضرتك خش اي فيلم اجنبي بيطير من الطياره يخش على برج. ومن البرج خيال علمي كله، طب ليه ما بيعملوش سينما الواقع عندهم ليه؟